بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه وأعز رسله حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بعد أن انتهينا من القسم الخامس، شرعنا في القسم السادس الثابت والمتغير. كان الكلام في الدرس 51 مقدمة في مراحل الثابت والمتغير. ذكرنا معنى الثبات والتغير والتحول والتبدل والحركة وما شابه ذلك، ثم شرعنا في بيان أقسام التغير، وذكر المصنف منها 15 قسما كما قلنا في الدرس الماضي: انعدام وجود موجود جوهري غير مسبوق بالمادة، انعدام موجود جوهري انعداما نهائيا، وانعدام موجود جوهري ومجيء آخر مكانه، هذه الثلاثة المرتبطة بالجوهر. وجود موجود جوهري بالفعل هو جزء من موجود جوهري آخر، انعدام موجود جوهري بالفعل هو جزء من موجود جوهري آخر، انعدام موجود جوهري بالفعل هو جزء من موجود جوهري آخر، وحلول واحد آخر مكانه. هذه ست. سبعة: انعدام موجود جوهري بالقوة، انعدام ما بالقوة وحلول ما بالقوة آخر مكانه، وهو روح الحركة الجوهرية. هذه كان رقم سبعة. رقم ثمانية: ظهور عرض جديد في الجوهر. رقم تسعة: انعدام عرض كان موجودا في الجوهر. رقم عشرة: انعدام عرض وحلول عرض آخر مكانه. رقم 11: انعدام جزء وجود جزء من عرض مثل بحث الأعداد. رقم 12: انعدام جزء بالفعل من عرض. رقم 13: انعدام جزء بالقوة لعرض وحلول جزء بالقوة آخر مكانه، الحركات العرضية هذه 13. 14: تعلق جوهر بالمادة، انقطاع تعلق الجوهر بالمادة مثل تعلق الروح بالنفس أو زوال هذا التعلق، تعلق النفس بالبدن أو زوال هذا التعلق. هذه كانت 15 القسم التي ذكرها المصنف في هذا المشهد. يشير المصنف الآن إلى بعض الاختلافات الأساسية بين الفلاسفة والموجبة إما لقبول بعض هذه الأقسام أو لحذف بعض هذه الأقسام، فيشير إلى 5 آراء أساسية مشهورة في هذا المجال. الرأي الأول: من يقول بقدم العالم وأبديته، يعني أنه لا يوجد بداية زمانية للعالم ولا توجد له نهاية زمانية. من يقول بذلك، أي موجود جوهري مادي لا أول له ولا آخر من حيث الزمان، لا أول له ولا آخر من حيث الزمان. إذن فالأقسام الثلاثة الأولى من أقسام التغير انعدمت. لماذا؟ لأن القسم الأول كان وجود موجود جوهري بلا مادة قبلية، يعني لم يسبق أن وجد شيء قبله، وهذا لا ينسجم مع قول بقدم العالم. القسم الثاني كان انعدام الموجود الجوهري لوجود المادة في آخر نهائيا، وهذا لا ينسجم مع الأبدية الزمنية. ثالث: انعدامه ومجيء آخر مكانه، أيضا هذا نفس الشيء، لا بالنسبة للأول لأنه انعدم، ولا بالنسبة للثاني لأنه وجد حدث زمانا بعد أن لم يكن موجودا. فإذا من يقول بعدم وجود بداية زمانية ولا نهاية زمانية للمادة، يعني لا يقبل بالحدوث الزمانية للعالم المادي، هذا الأنواع الثلاثة الأولى للتغير لا يمكن أن يكون قابلا بها. أما من يقول بالبداية الزمانية للعالم والنهاية الزمانية للعالم، يعني من يقبل بالحدوث الزماني لعالم المادة، هذا يمكن أن يتصور الحالة الأولى، ويمكن أن يتصور الحالة الثانية، ويمكن أن يتصور الحالة الثالثة. هذا أول انقسام في الرأي يؤثر على قبول بعض أنواع التغير أو عدم قبول بعضها الآخر. هذا أول انقسام يذكره المصنف. الانقسام الثاني: تذكرون نحن في مباحث الكم قسمنا الكم، وهو من الأعراض، قسمناه إلى كم متصل وكم منفصل، وقلنا بأن الكم المنفصل هو عبارة عن العدد الذي هو موضوع علم الحساب. جيد. وبينا هناك أن هناك تنازعا بين المصنف وبين الآخرين. مشهور الفلاسفة المشائيين قالوا بأن الكم المنفصل عرض، وأن العدد عرض يعرض على الشيء مثل أي أعراض خارجية. أما المصنف فذهب إلى القول بأن العدد أمر اعتباري، الذهن هو الذي يقوم بإضفاء هذا العنوان، وإلا في الخارج
وبعضه ذكر على ذلك إذا تذكرون أربع خمس أدلة، وإلا في الخارج لا يوجد عدد. الذي في الخارج هو المعدود إذا صح التعبير، غير المعدود الذي في الخارج لا يوجد عدد، وبين ذلك. إذا بنينا على أن العدد أمر اعتباري، يعني لا واقعية له منحازة عن واقعية الأشياء في الخارج، إذن فالقسم الحادي عشر والثاني عشر سينعدم، سينسد باب البحث في القسم الحادي عشر والثاني عشر. ما هو باب القسم الحادي عشر؟ وجود جزء بالفعل عرض ومثل له بزيادة عدد. الثاني عشر انعدام جزء بالفعل العرض ومثل له بنقصان العدد. فإذا كان طبعا يبدأ أن المصنف يرى أن هذين النوعين لا مصداق لهما إلا العدد، لابد هكذا. فمن قال بأن هذين النوعين أي وجود جزء بالفعل العرض أو انعدام جزء بالفعل العرض هذين لا مصداق لهما إلا في باب الأعداد، ثم قلنا في باب الأعداد بأن الأعداد لا واقعية لها، إذن فهذا البحث انتهى. لا معنى للتغير، نحن نتحدث في شيء من الواقعية، أما في باب الأعداد ستصبح مسائل اعتبارية أو لا أقل مسائل انتزاعية. إذا بنينا النقطة الأولى الخلاف الأول الانقسام الفلسفي إزاء زمان حدوث الزمان للعالم وعدم حدوث الزمان للعالم، فمن قبل بحدوث الزمان فتح عنده باب البحث بالأقسام الثلاثة الأولى، ومن رفض الحدوث الزمان بداية ونهاية انسد عنده في البحث في الثلاثة الأولى. هذا أول. ثانيا الخلاف في مسألة العدد، من قبل بأن العدد من الأعراض الحقيقية ومندرج في مقولة الكام انفتح عنده البحث في القسم الحادي عشر والثاني عشر، أما من رفض كون الأعداد من شؤون الكام من الأعراض الحقيقية كالمصنف نسد عنده باب البحث في القسم الحادي عشر والثاني عشر. وطبعا كما قلت متضمن هذا الكلام في أن لا يكون هناك مصداق لهذين الاثنين إلا هذا، ويبدو من ظاهر عبارة المصنف أنه أو ليس من ظاهر عبارة يعني من بناء عبارة المصنف على أنه لم يجد مصداقا آخر أو لم يتصور مصداقا آخر، وإلا إذا فرض شخص مصداقا آخر لإضافة جزء بالفعل لعرض أو نقصان جزء بالفعل لعرض غير باب الأعداد عاد انفتح هذا البحث، يعني بلا مشكلة. فيكون إشكال المصنف في المثال وليس في الممثل له. هذا الانقسام الفلسفي الثاني الذي يترك أثرا على قبول بعض هذه الأقسام أو رفضها. الانقسام الفلسفي الثالث أن نقول بأنه لا توجد حركة. يوجد خلاف بين الفلاسفة، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، أنه هل هناك شيء اسمه الحركة؟ هل الحركة شأن واقعي أم ليس شأنا واقعيا؟ من يقول بأن الحركة شأن واقعي؟ وبيقول عندما أمشي في المكان، سأخذ مثال المكان، عندما أمشي في المكان فإن هناك شيء اسمه الحركة، يوجد أنا ويوجد المكان ويوجد واقعية حقيقية في الخارج اسمها حركتي في المكان. الذي يقول بذلك انفتح عنده البحث في القسم السابع اللي هو الحركة الجوهرية، انعدام جزء بالقوة لجوهر وحلول جزء بالقوة آخر مكانه يساوي الحركة الجوهرية. صحيح. إذن فهو ينفتح، لا أقول يقبل، ينفتح عنده مجال البحث في الحركة الجوهرية لأنها نوع من الحركة، وينفتح عنده مجال البحث أيضا في الجزء الثالث عشر أو في النوع الثالث عشر، انعدام جزء بالقوة لعرض وحلول جزء بالقوة مكانه، هذا الذي مورده الحركات العرضية سيأتي بحثه. إذا الحركات الجوهرية القسم السابع، الحركات العرضية القسم الثالث عشر، من يقبل بواقعية الحركة ينفتح عنده البحث فيهما، أما من يقول من البداية إن الحركة إنه لا يوجد حركة تدريجية وإنما كل الحركات هي عبارة عن حركات دفعية يعني كون وفساد، من يقول بذلك ينسد عنده البحث في الحركة الجوهرية يعني في القسم السابع، وفي الحركة العرضية يعني القسم الثالث عشر، مثل بعض فلاسفة إيطاليا الإيليين الذين كانوا يقولون قالوا ما في عندنا نحن حركة، الحركة الشأن انتزاعي فقط، لأن يعني الحركة ما هي؟ أنا كنت هنا، أنا الحركة هي عبارة عن الذهن يلاحظ كوني في النقطة ألف، اثنين يلاحظ كوني في النقطة باء، ثلاثة يلاحظ أن كوني في النقطة باء بعد كوني في النقطة ألف، يجمع بين هذه العناوين الثلاثة بواسطة نظام التفكير الذهني بيستنتج مفهوم الحركة، لأنه في الخارج توجد حركة، الذي في الخارج نفس السكونات هذه، والذهن ينتزع بربط السكونات بعنصر الزمان وبعنصر المكان ينتزع مفهوم الحركة. سيأتي إن شاء الله بحث هذا الموضوع. إذا واحد أنكر الحركة التدريجية إذا ذهب القسم السابع من الأقسام الخمسة عشر والقسم الثالث عشر، أي ذهبت الحركة الجوهرية والحركة العرضية.
أما إذا واحد قبل بالحركة التدريجية ما عنده مشكلة فيها ينفتح البحث عنده في هذين القسمين. إذن الخلاف الأول خلاف في الحدوث يعني البداية والنهاية الزمنية للعالم ويؤثر على الأقسام الثلاثة الأولى. الخلاف الثاني في حقيقية العدد أو اعتبارية العدد وهذا يؤثر على القسم الحادي عشر والثاني عشر من تقسيم المصنف. الخلاف الثالث في أن الحركة أمر تدريجية أمر واقعي أو ليست بأمر واقعي. من قبل الحركة فتح عنده البحث في القسم السابع وفي القسم الثالث عشر. من رفض الحركة من البداية سد عنده البحث في هذين القسمين أيضا. الرابع الخلاف الرابع الذين قبلوا الحركة أيضا وقعوا في انقسام. بعضهم قبل بالحركة اتفقوا جميعا على وجود الحركة في الأعراض. قلنا سابقا الحركة في الأعراض في الأربع أعراض الأربع ما عنده مشكلة في الحركة في الأعراض، لكن اختلفوا هل يوجد حركة في الجوهر أم لا يوجد حركة في الجوهر. من رفض الحركة في الجوهر وقصر الحركة على الأعراض نسد عنده باب البحث في القسم السابع لأن الحركة جوهرية أيضا ألغاه، ليس نسد يعني ألغاه. هذا النقطة الرابعة. النقطة الخامسة من قبل بالحركة الجوهرية، من قبل بأن الحركة يمكن أن تتصور في الأعراض وتتصور في الجوهر أيضا مثل الملا صدر الشيرازي انفتح عنده البحث في القسم السابع. فإذا لاحظنا أن الجملة من نظريات الفلاسفة فيما يتعلق ببداية العالم ونهاية العالم، فيما يتعلق بهوية العدد، فيما يتعلق بأصل وجود الحركة وعدم وجودها الحركة التدريجية، فيما يتعلق بدائرة الحركة اقتصارها على الأعراض وشمولها للجوهر أيضا، رأينا أن مثل هذه الخلافات الفلسفية تركت أثرا على مديات القبول بالخمسة عشر أو أقل أو أكثر. المصنف يقول بما أننا بحثنا في مسألة العدد وتوصلنا في مسألة العدد إلى أنها مسألة اعتبارية، إذن هذا البحث المرتبط بالقسم الحادي عشر والثاني عشر خلصنا عشان نشغل فيه، خلصنا هذا انتهى الموضوع فيه شيء على الصفحة. بعنا من 15 كم واحد؟ بعنا 13. قال المهم من هذه 13 ما نريد أن نبحثه وفي ضوء بحثه تتبين هذه أنواع من التغيرات. ثلاث محاور أساسية هي التي سوف تكون معنا في القسم السادس كله هذا. ثلاث محاور أساسية. المحور الأول قدم المادة وأبدية المادة. هذا لازم نبحثه. بدنا نشوف هذا الموضوع. هل في عندنا جوهر جسماني غير مسبوق؟ أو لا، دائما الجوهر الجسماني ممتد في الأزل وممتد في الأبد إلى ما لا نهاية من الحياة الزمنية. هذا لازم نبحثه لأن في ضوء بحثها سيتضح حال الأقسام الثلاثة الأولى. في ضوء بحثها سيتضح حال الثلاثة الأقسام الأولى، بل بالتأمل سوف يظهر أنه سيتضح بحث الحال الثلاثة الأقسام الثانية أيضا، اللي هي موجود جوهري وجد وشكل جزءا بالفعل لجوهر آخر، أو انعدم وكان جزءا بالفعل الجوهر الآخر، أو انعدم ووجد آخر مكانه، سوف يترك أثر على هذا الموضوع. إذن هذا الملف الأول الذي سنشتغل عليه قدم العالم وبعبارة أخرى اللازمانية بداية ونهاية، اللا حدود زمنية بداية ونهاية للعالم. فهذا سيترك أثر على تصوراتنا من ثلاثة أقسام الأولى. المحور الثاني سنبحث أيضا في واقعية الحركة وعدم واقعية الحركة، هذا موضوع أيضا مهم. احنا ما قلنا في خمسة تنازعات هم فلسفية، أول تنازع فلسفي موضوع قدم العالم وعدم قدم العالم هذا سنبحثه. ثاني موضوع فلسفي كان شو العدد، قلنا هذا بحثناه. ثالث موضوع فلسفي هو أن الحركة لها وجود أو هي أمر انتزاعي، هذا أيضا سنبحثه. هذا الملف الثاني سوف نبحثه، سنبحث أن الحركة أمر انتزاعي اعتباري تحليلي ذهني، أما أن الحركة واقعية خارجية يمكن أن نضع يدنا عليها. هذا الملف الثاني الذي سنبحثه. الملف الثالث الذي سوف نبحثه داخل الحركة، هذه الحركة هل تقتصر على الأعراض أم تشمل الجوهر أيضا، وهو بحث الحركة الجوهرية. فإذا نحن قلنا الفلاسفة انقسموا خمس اتجاهات أثرت على موضوع أنواع التغير. قدم العالم هذا سنبحثه، العدد بحثنا خلصنا منه، لذلك المصنف ما أدرجه هذا أولا. أصل الحركة وعدم أصل وعدم وجودها هذا البحثين احنا بحثوا، صار كم بحث عنا؟ بحثين. صحيح. خلاف ملا صدر والآخرين من قصر الحركة على الأعراض هذا واحد، والخامس
من قصر الحركة على الأعراض ومن عمم الحركة للجوهر. هود الثلاثة هود اثنين الأخيران راح نحطهم تحت عنوان واحد. الحركة دائرتها، حركة تدريجية دائرتها في هذا الموضوع. إذن فالأبحاث الثلاثة الأساسية هي الزمنية في موضوع الجوهر الجسماني، اثنين الحركة تأصيل موضوع الحركة، ثلاثة مديات الحركة في كونها تقصر على الأعراض عند طال الجواهر أيضا. هذه الأبحاث التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. الدرس الثاني والخمسين القوة والفعل، بس نأخذ المقدمة على الأقل. القوة والفعل، لا شك ولا ريب في أن التغير موجود في عالم المادة، هذا ما حد يناقش فيه، لا فيلسوف ولا غير فيلسوف، لأننا نرى تغيرات تحصل لا حركات، تغيرات. وقد قلنا في الدرس ما قبل الماضي أن التغير أعم من موضوع الحركة، نرى تغيرات تحصل في هذا العالم، وهذا لا يناقش فيه أحد ولا يشك في ذلك أحد. فإننا كل يوم في حياتنا تطرأ علينا هذه التغيرات، سواء كانت هذه التغيرات في أعماق نفوسنا معلومة لنا بالعلم الحضوري، أم كانت خارج إطار نفوسنا معلومة لنا بالعلم الحصولي. إذن فالشيء الواضح، الشيء الجلي، الشيء المقطوع به أن هناك تغيرات تحصل في عالم المادة، هذه نقطة واضحة. من هنا الفلاسفة قالوا كون الشيء ماديا، كون الشيء ماديا يساوي قابليته للتغير. لاحظوا أنه ما دام الشيء مادي إذن فيه قابلية الصيرورة والتغير، فيه قابلية التحول والتبدل. إذا أردنا أن نعبر، وإن كان المصنف قال نفضل تعبير التغير كما مر معنا. إذن من في البداية أنا أرى التغير محيطا بي، بل هو في أعماق نفس، هذا واحد. ثانيا طرح الفلاسفة فكرة تقول إطار المادة هو إطار التغير، بمعنى كل شيء فرضته ماديا أو متعلقا بالمادة فإن فيه قانون التغير والتبدل، قابلية التغير والتبدل إلى شيء مادي آخر. ما في عندهم مشكلة فيها. نعم بعضهم استثنى الأجسام الفلكية، قالوا نفصل بين الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية الموجودة على الأرض. قالوا الأجسام العنصرية يحكمها قانون التغير الكلي الذي زعمناه، أما الأجسام الفلكية لا يحكمها قانون التغير. طبعا هذا بناء على عقيدتهم في موضوع الأفلاك، وأن الأفلاك هي عبارة عن نفوس، وأنها يعني تدخل دائرة المجردات وإلى آخره، فيما مر معنا سابقا موضوع الأفلاك التسعة. إذن من حيث المبدأ قالوا يوجد قانون مادي اسمه قانون التغير يشمل جميع الماديات. بعضهم استثنى نتيجة نظرية الأفلاك التسعة، استثنى الأجسام الفلكية عن قانون التغير وأدخل في قانون التغير فقط الأجسام العنصرية. هلا بما أنه نظرية الأجسام الفلكية هذه عفى عليها الزمان وانتهى مجالها وتم نقضها وتجاوزها البحث الفلسفي، بما أنه تجاوزها إذن فنحن نتكلم بالإجمال العام عن كل مادي وندعي بأنه قابل للتغير. المصنف يقول للإنصاف، نعم ما شفنا حتى الآن أمر مادي ليس فيه قابلية تغير، لكن إثبات أنه كل أمر مادي لا بد وأن يكون فيه قابلية التغير بالبرهان مشكلة. ربما يجيك فجسم من الأجسام في مجرة من هذه المجرات البعيدة له تكوين خاص، له وضع خاص نحن لا نعرفه، بحيث لا يقبل التغير ولا التبدل. يقول المصنف هذا الكلام من ناحية فلسفية، يعني أنا أدخل الآن في الفرضيات الأولى ما عندي برهان ينفي. نعم الحالة العامة أن نعتبر حتى الآن على أمر مادي لا يقبل التغير، لكن أما بالبرهان لابد كل أمر مادي ولو تلك الأمور المادية التي لم يصل إليها الإنسان بعد في هذا الفضاء الرحب لابد أن يكون قابلا للتغير أو يتغير، هذا شوي صعب. يقول وإن كان وجود مثل هذا الأمر المادي الذي لا يقبل التغير بعيد جدا، ويحاول أن يستأنس بهذا الاستبعاد المصنف، يستأنس بما قدمته الفيزياء، حيث قال إن الفيزياء قسمت هذا العالم إلى كتلة يعني مادة وإلى طاقة، وقالوا بأن التغير يعرض الكتلة، وهذا واضح، بل إن التغير يعرض الطاقة. فكأن المصنف يقول إن الفيزياء أيضا لديها تصور من هذا النوع عن عالم المادة لأجمعه،
هو أنه كله قابل للتغيير، لا فرق فيه بين الكتلة أو المادة وبين الطاقة. بناء عليه التغير محيط بنا، لا يشك أحد في مبدأ التغير في الجملة في الماديات. هذا نقطة. نقطة ثانية، الفلاسفة زعموا أن كل أمر مادي فيه قابلية التغير. ثلاثة، استثنى بعض الفلاسفة نتيجة نزعة نظرية الأفلاك التسعة، استثنوا الأجسام الفلكية وحصروا القانون المدعى هذا، حصروه بالأجسام العنصرية. أربعة، المصنف يقول بناء على نسف نظرية الأجسام الفلكية لم يعد هناك معنى لهذا التمييز بين الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية، يفترض طي هذه الصفحة. ثم يعلق المصنف على مجمل القاعدة المدعاة في الفلسفة فيقول لا نملك برهانا عليها، وإن كنا يعني بمعنى يمكن فرض مادي لا يقبل التغير، وإن كنا نستبعد ذلك ونستعين على استبعادنا هذا بآخر ما توصل إليه الفيزياء الحديثة في هذا المجال. طيب هلا راح نفصل أن قانون التبدل والتغير هذا قانون أصل الموضوع، هلا سواء جعلناه أصلا موضوعا على أساس برهان فلسفي كما مال إليه الفلاسفة، أو جعلناه أصلا موضوعا على أنه مسألة مطمئن بها ولو بمعونة شواهد وقرائن ومعطيات الفيزياء، بصرف النظر عن أن جذر هذا القانون العام كل أمر مادي يخضع لقانون السيرورة والتحول والتبدل، بصرف النظر عن منشأ هذا القانون، نقول هذا التبدل أو هذا التحول أو هذا التغير الذي يخطأ في الأمور المادية ليس، حتى لا يختلط الأمر، ليس بمعنى أنه الآن عندك حجر، شو هذا الحجر صار شو؟ شجرة. لا، وإنما هو التبدل قد يكون بواسطة، قد يكون بواسطتين، قد يكون بثلاث وسائط، ربما يكون أحيانا بخمسين واسطة. ولذلك عندما جاءوا، إذا تذكرون طلعتم في علم الكلام ونظرتم، عندما جاءوا إلى موضوع المعجزة قالوا ليس فيها تنافي لقانون الطبيعة، كل ما في الأمر أن هذه العصا لها قابلية تصير حية، أصلا لها قابلية أن تكون أفعى، لأن القانون الفلسفي يقول كل أمر مادي له قابلية أن يصبح أي أمر مادي آخر، هو القابلية مفتوحة، أي أمر مادي يمكن أن يتحول إلى أي أمر مادي آخر. فإذا العصا يمكن تصير حية عادي، يعني هذا شأن مادة طبيعي، لا أنا ولا في شيء. كل ما في الأمر أن اليد الغيبية تدخلت لاختزال شروط الوسائط، اختزلت الزمن الذي تحتاج إلى أن تمر فيه هذه الوسائط لتصبح، وفرت الظروف بشكل مكثف كي تتحول، ربما تحتاج إلى ظروف معينة لكي تصبح هذه العصا أفعى أو ثعبانا، وجاء التدخل الإلهي في إطار خلق هذه الظروف لإيجاد هذا التحول الطبيعي، لا أنه لإخراج العصا من دائرة عالم المادة وإدخالها في دائرة عالم آخر. بس هو سمعت الشاب يقول السؤال أنه هل التغير، قانون التغير لو سلمنا به، هل أن المادة وعناصر المادة يمكن أن تتغير لأي شيء آخر؟ هذا هو الدعوة، هو أنه هناك سمخية بين المتغير. لا، ما نتكلم عن العلة والمعلول. لا لا لا، مو العلة، نعم، بينه وبين الحلقة اللاحقة له نحن بحاجة إلى سمخية معينة، هو لكن مع الحلقة اللي وراها سمخية لكن عندما تعبر 20, 50, 100, 1000, 20,000 حلقة ربما تحول إلى شيء آخر، ربما يتحول إلى ما هي أخرى مستقلة تماما بناء على نظرية صدر المتألهين الشيرازي أو الحركة الجوهرية، هي هذه النطفة نفسها هي التي صارت إنسانا، صارت مجردا، يقول إذا بعد أكثر من هيك قدرة على الخروج من مكان إلى مكان ما في، أو هذه النطفة البسيطة صارت هذا الجسم البالغ التعقيد، من الذي يمكن أن يقول أن هناك نوع من التناسب؟ لا يتصور الإنسان. لكن إذا أخذت بعين الاعتبار آلاف ربما أحيانا ملايين الوسائط التي ربما تحتاج زمن طويل، قد تحتاج زمن طويل، هذا أيضا يمكن، من قال بأن هذه المعادن الكامنة داخل التربة والتي لا نراها بعيوننا يمكن أن تتحول بنفسها إلى ثمرة؟ فقد تجد أنت لا يوجد تناسب ولا سنخية. يقول لك الفيلسوف ما في حاجة هون للتناسب، ليه؟ مش ما في حاجة للتناسب، كثرة الوسائط تقبل بتحول إلى شيء آخر. هذا مثل لما تجيب أول لون أصفر تخلط معه قليل مثلا من اللون الأسود يتغير إلى شيء بسيط لكن يبقى أصفر، أخلط معه أكثر من جهة أخرى وإذا بعد 15 عملية يتحول لون آخر، صح. ما في مشكلة، لا بمعنى الانقلاب الشيء انقلابا يعني حسيا فجائيا، لا، وإنما بمعنى حاجته إلى
مجموعة من الوصائف. من هنا التجانس موجود في بعض مثلا النطفة إلى تحول إنسان نفس الجنس من غير الجنس، لكن بين مثلا مثال يعني مو نقاش في مثال العصا والحية من غير جنس يعني مو جنس واحد حتى نقول أنه نأخذ فوق خصوصا بناء على نظرية الحركة الجوهرية التي سوف تأتي معنا سيكون كله في صراط واحد كله سوف يكون في صراط لا يتغير، بس نحن يبدو لنا هذه الأجناس اللي هي عبارة عن ماهيات لأننا نفكر بذهنية الماهيات ستبدو لنا من الأشياء مختلفة على مستوى الأجناس. من هنا من هذا السياق، هذا سياق التغير والتحول وقانون مبدأ التحول وإلى آخره، جاءت فكرة تقسيم العالم المادي إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة. قالوا ما هو موجود الآن للمادة، ظهور هذه المادة، ما هو متحقق الآن، الصورة الفعلية الظاهرة، هذا نسميه ما بالفعل وعليه تترتب الآثار الحالية، لكن يوجد داخل هذا الذي بالفعل قوة كاملة هي هذه التي نسميها نحن قابلية هذا الشيء لأن يصير غيره، قابلية هذا الشيء لأن يتغير ويتحول. هذه القابلية عبروا عنها بالقوة، فنشأ في العقل الفلسفي هذا التقسيم الجديد في إطار عالم المادة، ما بالقوة وما بالفعل. فكل موجود مادي كأنه إما بالتحليل أو بالواقع سيأتي، إما بالتحليل الذهني أو بالواقع الخارجي، فيه عنصر فعلية وهذا الذي ترى أمام عينك، وفيه يكمن عنصر القوة، فيه القوة وفيه الفعل. لكن مصطلح القوة عند الفلاسفة وفي العلوم المختلفة أخذ عدة معاني. المصنف يستعرض معاني القوة ثم يقول ما هو مرادنا نحن في هذا البحث. يقول فعلنا ثلاث معاني للقوة في هذا الإطار، نذكر المعاني وغدا نتكلم عن التحليلات المرتبطة بها. القوة الفاعلية يعني أن الفاعل عنده قوة الفعل، غير هذا بسيطة يعني ما فيها شيء، لما نقول فاعل يقدر على أن يفعلها عنده قوة الفعل، ففي الفاعل أي في العلة قوة أن تفعل ما فعلته في المعلول، هذا شيء طبيعي نسميها قوة الفعل أو عبر عنها القوة الفاعلية. هذا المفعول هذا المعلول لو ما كان فيه قابلية أن ينفعل بفعل الفاعل كان ينفعل؟ لا. يعني الآن لو الأمر المجرد ليس فيه قابلية أن ينفعل بفعل المادي مهما فعلت من أمور مادية، ليس فيه قابلية أن ينفعل هذا الأمر العقل الطولي المجرد بأفعاله، لكن مثلا هذه الزجاجة لها قابلية أن تتحول إلى رمل نتيجة فعلي أنا، إذن أنا عندي قوة فعل تحويلها إلى رمل، وهي عندها أيضا قوة انفعال قابلية أن تصير رمل، أن تتأثر، أن تتأثر. هذه نسميها قوة الانفعال الموجودة في طرف المنفعل أو القوة الانفعالية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مصطلح القوة بمعنى المقاومة الممانعة. تقول هذا المريض ليس لديه قوة مواجهة المرض، يعني ليس عنده قدرة أن يواجه المرض، هذا نسميه قوة أيضا. نقول عنده قوة المواجهة يعني جسمه سليم، يعني جهاز المناعة عنده سليم، ليس له قوة المواجهة يعني جسمه ضعيف، ليس لديه قدرة أن يواجه هذا الشيء، لأن فيه قابلية أن يصير هذا غيرها، لأن فيه قابلية أن يصير، فهذا يسمونه القوة ويسمون ما قابله اللاقوة أو عدم القوة. فصار القوة في عندهم ثلاث مصطلحات، القوة في الفعل أو القوة الفاعلية وهي قوة الفاعل على إحداث ما يريد في المفعول، الثاني قوة المنفعل أو القوة الانفعالية وهي القوة الكامنة في المنفعل بما يجعله قابل لأن يصير كما يريد الفاعل، والقسم الثالث القوة بمعنى الممانعة والمقاومة ويقابلها اللاقوة. هل الآن ماذا يريد الفلاسفة وفقا لهذا التقسيم وما هي خطتهم في هذا الموضوع؟ يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.